أين الأعزاء تتواصل التحديات ولذرة هنا على أرضية ميدان التحدي ميدان الشحانية وعلى بركة الله ينطلق الشوط الثالث عشر الخاص للبكار الجذاع من مسافة الستة كيلومترات. نبدأ مع هذه الأسماء ومع هذه الشعارات المنطلقة والباحثة عن الناموس. نسير ونبدأ مع المركز الأول ومع الصدارة. ننطلق مشاهدينا متابعينا الأعزاء في هذا الشوط الخاص للبكار الجذاع. نسير مع المركز الأول. ننطلق مع جمايل محمد بن عبد الله بن شينان البريد المري، ولكن حصل تغيير هناك من قبل الشاهينية. سعيد الخزيمي بصغير العويسي هنا يغير وينطلق إلى الصدارة وإلى المركز الأول. ثاني المراكز وصلت هنا أنذار عيسى بن ناصر بن عيسى الخواري ينطلق في ثاني المراكز. ثالث المراكز جمايل محمد بن عبد الله بن شينان البريدي، وفي رابع المراكز وصلت هنا صحراء ناصر بن مسلم بن عبد الله بن مبارك المزروعي على رابع المراكز ورابع الانطلاق. خامس المراكز وخامس التحديات. سوف نتعرف على خامس المراكز والمنطلقة. هنا المنطلقة ربشة عبد الله بن سالم بن أحمد بالحوتة العامري. هكذا هي النتيجة للخمس المراكز المتقدمة. مع انذار عيسى بن ناصر بن عيسى الكواري منطلقا على المركز الاول وعلى التحدي الاول وعلى الصراع الاول. الله يا ربشة او انذار منطلقة هنا مع المركز الاول عيسى بن ناصر بن عيسى الكواري على المركز الاول وعلى التحدي الاول. ثاني المراكز وثاني المنطلقات وصلت الصحراء ناصر بن مسلم بن عبد الله بن مبارك المزروعي. ثالث المراكز وثالث الانطلاق هنا وصلت جمايل محمد بن عبد الله بن شينان البريدي على ثالث المراكز. رابع المراكز ولكن حصل تسلل الى ثاني المراكز. هنا انطلقت في ثاني المراكز الشاهينية سعيد بالخزيمي بصغير العويسي هنا مع ثاني المراكز. ثالث المراكز الصحراء ناصر بن مسلم بن عبد الله بن مبارك المزروعي. رابع المراكز جمايل محمد بن عبد الله بن شينان البريدي على رابع المراكز. خامس المراكز وخامس الانطلاق. هناك ربشة عبد الله بن سالم بن احمد بالحوتة العامري. هكذا هي النتيجة الثانية ايضا للخمس المراكز المنطلقة. لا جديد على الخمسة المراكز المتقدمة والمنطلقة الباحثة عن الناموس في هذا الشوط وفي هذا الصباح وفي هذا المحلي التاسع. الله، انتصفت المسافة. 3 كيلومترات انقضت ويتبقى لنا مثلها. وعود مع انذار عيسى بن ناصر بن عيسى الكواري. ثاني المراكز هنا تحركت الصحراء ناصر بن مسلم بن عبد الله بن مبارك المزروعي. وفي ثالث المراكز هنا وصلت وانطلقت الشاهينية سعيد بالخزيمي بصغير العويسي على ثالث المراكز. رابع المراكز جمايل محمد بن عبد الله بن شينان البريدي على رابع المراكز. خامس المراكز أرى شعار بالحوتة العامري مع ربشة عبد الله بن سالم بن أحمد بالحوتة العامري مع خامس المراكز. وأختم النداء مع ربشة. ولا جديد على الخمس المراكز المتقدمة والمنطلقة، ولكن انذار 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 مع المركز الأول عيسى بن ناصر بن عيسى الكواري. بدأنا بالانعطاف يا عيسى، وركز وركز مع انذار
منطلقة، ومن الجانب الآخر الله يا الصحراء ناصر بن مسلم بن عبد الله بن مبارك المزروعي، من الجانب الآخر ثالث المراكز قادمه الشاهنية سعيد بن الخزيمي بصغير العويسي على ثالث المراكز، رابع المراكز جمايل محمد بن عبد الله بن شيران البريدي، وخامس المراكز وصلت الشعارات وانطلقت الله يا خامس المراكز وخامس التحديات. هنا الأسماء وشعارات، شعار بالحوتة على خامس المراكز، ولكن الشاهينية محمد بن حمد بن حسن الصيعري على خامس المراكز في تضمير بطي بن سعيد الزعبي، هنا مع الشاهينية في رابع المراكز أو خامس المراكز. أعود مع المركز الأول، انذار منطلقة من الجانب الآخر برفقة انذار الصحراء ناصر بن مسلم بن عبد الله بن مبارك المزروعي، الله يا المزروعي. وهنا المزروعي على المركز الثاني، ثالث المراكز جمايل عن محمد بن عبد الله بن شينان البريد المري، وقادمة هنا منطلقة هنا الشاهينية سعيد بالخزيمي بصغير العويسي، وهنا الصيعري خامسا. ولكن أعود مع المركز الأول، هناك أنذار والصحراء، وهنا المزروعي منطلقا مع الصحراء، وهنا أنذار مع الكواري. انذار عيسى بن ناصر بن عيسى الكواري، ولكن ثاني المراكز وثاني الانطلاق هناك الصحراء ناصر بن مسلم بن عبد الله بن مبارك المزروعي مع الكيلو الأخير والكيلو الخطير انذار منطلقة بشعار الكواري عيسى بن ناصر بن عيسى الكواري الصحراء، من الجانب الآخر ناصر بن مسلم بن عبد الله بن مبارك المزروعي، وفي ثالث المراكز جمايل محمد بن عبد الله بن شيلان البريدي، وهنا الصيعري مع ثالث المراكز أو رابع المراكز الشاهينية محمد بن حمد بن حسن الصيعري طيب بن سعيد الزعبي في التضمير. ولكن انذار الستمائة متر الأخيرة، وهنا انذار منطلقة من بداية الشوط على المركز الأول الكواري عيسى بن ناصر بن عيسى الكواري، ولكن الصحراء والأسماء قادمة، الصحراء ناصر بن مسلم بن مبارك المزروعي، وهنا قادمة جمايل وهنا منطلقة. الله انتباه، والله انتبهوا من انتباه يا جماعة، انتباه سالمين بن دقاش بن محمد العامري، ولكن هناك بن ديلة مع غزيل عبد المحسن بن راشد بن محسن بن ديلة الغزيل، تمر مرور الكرام وتنطلق إلى الناموس يا بن ديلة الغزيل عبد المحسن بن راشد بن محمد بن محسن بن له مشكور الغزيل عبد المحسن بن راشد بن محسن بن ديلة، واسعد الله صباحك يا بن ديلة، تهانينا والناموس. ثاني المراكز هناك شعار الخيارين صايد الرموز مع الذهيبة منصور بن غانم بن منصور بن سيف الخيارين، ثالث المراكز انتباه سالمين بن دقاش بن محمد العامري، وفي رابع المراكز رابع المراكز جمايل محمد بن عبد الله بن شينان البريدي، وفي خامس المراكز كانت الصحراء ناصر بن مسلم بن عبد الله المزروعي. مشاهدين متابعين الأعزاء في كل مكان، هكذا هو التحدي وهكذا هو الصراع، وكانت الغزيل عبد المحسن بن راشد بن محسن ديلة توقيت الزمني 9 دقائق. التوقيت الزمني لحظة وصول الغزيل عبد المحسن بن راشد بن محسن عنديلة 9 دقائق 35 ثانية بدون أي تجزئة، تهانينا والناموس. ثاني المراكز 9 دقائق 36 ثانية بدون أي تجزئة. ثاني المراكز كانت هناك الذهيبة منصور بن غانم بن منصور السيف الخيرين، التوقيت الزمني صاحب المركز الثالث 9 دقائق
36 ثانية و4 أجزاء من الثانية، وكانت هناك ثالث المراكز ولحظة وصولها انتباه سالمين بن دقاش بن محمد العامري، فتهانينا والناموس.